بكل وضعية واش رأي الوضعية تاع المجتمع نتاعنا رانا نتفرجوا فيها بكل، راكم تشوفوا في الوضعية اللي راهي عايشتها الجزائر حاليا، ما تفرح حتى واحد، برمجة ما كانش، حكومة ما كانش، وزارة ما كانش، يا براتيكمون ابسوليمون ريان. الشعب ضاغطين عليه، ولادكم يرهجوا فيهم بلا دروغ باسكو الكاشيات هادو مش جايين من نيكاراغوا. سنا جو سوبريم كيلكان دوتر. حاجة أخرى تاني، كاين فاكتور واحد آخر غلط الناس بزاف. فاكتور هذا هما الناس اللي حطوا رواحهم في مرتبة السياسيين وهما مش سياسيين، وهما تو سامبلومون دو غروس غول، سي با دي بوليتيك. اللي غلطوا تاني الناس، الناس اللي جاو يسرفيو على لافاغ، يعني يركبوا الموجة وهما في نيتهم لارناك ليسكروكري اكسيتيرا، ليسكروكري بوليتيك، سو ماتر كيما نقولوا حنايا اون لوميير اكسيتيرا. اللي عنده يعني كل واحد يعني جاء على مصلحة خاصة تو سامبلومون، كيما قال لهم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو غانمة يصيبها فهجرته لما هاجر إليه. دونك سي فولي المواضيع تاع السياسة هذه لازم يقوموا بها الناس اللي متمكنين من الموضوع السياسي، لازم الشعب يحط الثقة تاعه في ناس متمكنين من السياسة قادرين على القيادة. ما تمتش المفاتح تاع طوموبيل ولا تاع كاميو الواحد ما عندوش بيرمي ولا جامي ساك في حياته. هلا هذا حسن قال لك مصير محمد عبد الله ينتظرك. يا اخي حالا يا اخي يا اخي بك بك يا اخي. بقى المغفلين اللي ما زالوا في الجزائر يمنوا بالنظام هذا، ما عندكمش نظام في الجزائر وما عندكمش دولة، وهذا نظام استعماري استحماري. صافي دير كوا استعمار اللي وش يدير يكرازي الشعب ويستبغل الشعب باش يبقى مسيطر عليه. الشعب تاعنا الله غالب، كاين ناس لا معليه قالوا لي قلت للناس اللي قادر يخرج من البلاد يهرب، وين اللي قادر يخرج من الجزائر يخرج. اخي قال لك المسلم اللي يحب لنفسه كما يحب الاخيه، ولا يحب الاخيه كما يحب لنفسه. ما نتمنى حتى واحد يعيش تحت ظل نظام كيما هذا. برك اللي قادر يخرج يخرج، وي بيان سور نقولها ونعاودها وما نبدلش رايي، وما نبدلش رايي تو سامبلومون باسكو حقيقه. على بالكم باللي يكون تحبسوا 4 دقائق وتشوفوا الدول الاخرين اللي في طريق، حتى بعض الدول الافريقيه حاليا اللي قاعده تعود في الهيكله تاعها وقاعده تتخلص من الاستعمار هي تاني، ولقات روحها بدات تلقى روحها ايكونوميكمون من الناحيه الاقتصاديه، راح تشوفوا باللي الدول هذه عندهم انظمه ماشي زي تاعنا احنا. على بالكم باللي براتيكمون دركا في كامل دول افريقيا لو درني دي مينيستر افريكا نيفو تاعو خير من لو ميور دي مينيستر الجنيه. يعني بار اكزومبل كون هزو لي مينيستر نتاع لو نيجيريا وتكومباريهم مع لي مينيستر نتاعنا تاع الجزائر اون فوا افوار اونت، راح نحشمو. وي نامبورت بو دير سا دون لا رو. يا ولدي حنا ما قلناش فوزالي دون لا رو ولا تهضروا، حنا اون ايتون طرا ديكسبليكي بلي ان بوبل اون ليدونتيفي بار سا فوا، بار لا فوا دو بوبل. ان بوبل عندو اون فوا كيما انسان عندو اون فوا. الانسان كنت يكون عنده 2 ولا 3 فوا يسمى سكيزوفران، يسمى عنده مرض تاع بسيكاتري. جات موريتانيا يدي شيك تاع الدراهم. هي موريتانيا كانت بكري تونس حجره في الصباط من ناحيه بيان سور. درك بيان سور لازم قيس سعيد ينجح في التخلص من النهضه والقضاء على النهضه كمنظمه ارهابيه او كقاعده للإرهاب اللي قاعد يتنظم بيان سور في شمال إفريقيا لمصالح أجنبية. موريتانيا هضرنا عليها من قبل وفهمنا بلي موريتانيا لازم توضح الموقف نتاعها، لأنه موريتانيا ولات قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية اللي تنشط في مالي وفي النيجر وفي الساحل وبيان سور في الصحراء الجزائرية تاني.
كذب عليكم يقول لكم التيروريزم ما عندناش في الجزائر والله جروب ارمي ماهمش يتحركوا في الجزائر يتحركوا لكن بطريقه يعني سوفت وي سون لا فورس لو ريجيم نو بوش با اكزاكتومون لازم اون فورس باش يتقلع لو ريجيم هذا زين الدين خضر توت افي جو سوي توت افي داكور معاك مي لا فورس هذه كال تيب دو فورس واش من نوع من قوه قوه السلاح والثوره المسلحه لا لا ما تصلحش ما تصلحش لانها ما صلحتش لانها خرجتنا من استعمار دخلتنا الاستعمار واحد اخر لكن الثوره لا فورس انتيليجونت وي الثوره الذكيه وي الثوره اللي تبني سياسه وي والسياسه تبني دوله قانون وي لانه دوله القانون تقضي على الاطماع الاستعماريه في اي دوله تنتهجها سميغال فلاش قال لك سكوت الشعب المطول قد يؤدي الى حرب مع النظام في اي لحظه نظرا للضغط يقدر يؤدي الى انفجار بصح انفجار اجتماعي ماشي انفجار سياسي لانه الانفجار السياسي يعتبر ثوره سياسيه وما يدخلش في الحرب لانه العالم ما يسمحش بالحروب حاليا ما تقدرش تكون لهذا ما عندهاش معنى الحروب ولا يستعملوها هما برك الدول العظمى تخلق حرب في بلاد للمصالح نتاعها كما خلقين حرب في ليبيا كما خلقين حرب في الساحل كامل كما راهي تركيا وي توت افي لو بلس 44 لي مينيستر افريكان دي بي انغلوفون سون بلوس سوفيستيكي كو لي نوتر سلام وي دو تري لوان دو تري لوان لي مينيستر نتاعنا جماعه كون ترجموا لي ديكلاراسيون تاعهم قسما بالله غير تبهديله على الانترناسيونال ما عندناش ان سول مينيستر يفرح واحد ما كانش ما عندناش انسل برك يعني يفرح ويقدر يقعد في طابلة غدوة سير دي نيغوسياسيون مع دو غروند كومباني ولا مع دولة ولا ما عندناش انسل مينيستر كابابل دو تونير ان ديسكور ما عندناش بيان سور الهدف واضح الشهادة ماشي حاجة جديدة Attends, je crois Maya Sirli ce soir. Sirli, Massa Al-Khair, si tu m'entends. Je pense pas qu'il m'entend. Non. La Mamra, ça n'a jamais été un grand diplomate, la Mamra. C'est un petit fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, c'est un vrai khobziste. Il n'a jamais. Chauffe, fais-moi comme ça, ou chez la diplomatie. لا دبلوماسية جماعة ولا سميوها سيدي الحنكة الدبلوماسية هذه أي ما تجيش من الفراغ السند تاع وزارة الخارجية أو القوة تاع وزير الخارجية أو تاع وزارة الخارجية منبثقة ديريكتومون عن المؤسسات الأمنية تاع بلاده وخاصة على مؤسسة المخابرات